دي بتعيط وهي نايمه. حقك تسمي الصوره الجمال الباكي. اتليه وطي حسك لا تصحى. اتليه شوف قد ايه جميله ورقيقه ومع ذلك حزينه حتى في احلامها. والله ومالك سحت كده ليه؟ يا ريتني اقدر امسح دموعها واقول لها ان حرام رموشها تتبالي وافهمها ان خدها ارق من انه استحمل حتى. يا ابني هو في ايه؟ هو انت ما عندكش غرفان ده تشغله؟ ما هو انت لو عادي ماشي، انما انت بتقلب معاك بغم اول ما سامي رستم بيدخل وبتقعد تعيط وتصح من عينيك بقى، وانا المواجع مش ناقصه. مش حرام عليكي بقى؟ حرقتيلي الفيلم وطلعتيني من احلى لحظه في حياتي. طب بس قوم بس كده دور لنا على شريط فيديو شغله لنا كده لستيفن السجال. في ام بتتفرج على ستيفن السجال. مال راجل جد وكشر وماشي كده. انا اللي امشي كده؟ ارجوك يا امه ارجوكي. عندما يميل كرسي الشمس بين الاطلال. الله يبارك لك، لا تذكريني. اذكرك على ايه يا معاف؟ جمال النايم ولا الباقي؟ هسميها كاسفه. طب خد اقولك، خد يا ولا اقولك، روحي تريحي في الكابينه. طب خد غيري، هات لي ايه ارسين الرياضيه ده، فيها ماتش السبورتنج لشبونه وملضيه مغراه. يخرب عقلك يا سايق، معرفتكش. ايه رايك يا عم يوسف، بزمتك مش لايق في العز؟ طول عمرك ابن عز يا ابني. الله يخليك. بس العز عمره ما كان باللبس. ايوه يا داليا، بس المظهر مطلوب برضه. مين قالك ان مظهرك كان وحش؟ اوعى شغلك مع عمك يغيرك يا سايق. عيب يا عم يوسف، مش انا. انا طالع على الشغل، اتكلنا على الله. سلام يا اولاد. سلام. انما ما رحتش الشغل ليه؟ لا انا اتاخر النهارده شويه، اصل رايح الجامعه الاول وبعدين اطلع الشغل. ليه هتقدم طلب يرجعوك؟ يرجعوني فين يا بنتي؟ انا من ناحيه الجامعه دي فقدت الامل. انا رايح عشان جيران، وحشتني قوي، وبعدين بصراحه نفسي تشوفني وانا كده، حاسس ان هي هتنبسط قوي. لا ما هي هتتبسط، ما هي زيك مؤمنه ان المظهر مطلوب. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكري ان انا بحب جيران عشان حلوه، ولا عشان زي القمر، ولا عشان ابوها رجل اعمال، ولا معاه فلوس، مش عشان كده خالص. الحب اسمى من كده يا بنتي. انا مش عارفه انا بحبها ليه. بكره لما تحبي تفهمي معنى كلامي. لا بكره انا هحب واعرف. انما ما قلتليش هتدخل الجامعه ازاي؟ جامعه دي لعبتي، دي اسهل حاجه عندي. طب تقدر تقول لي انت لو رحت تقابل اهلي هتقول لهم ايه عن نفسك؟ هتقول لهم شعر برضو؟ لا اروح ارقص لهم، اكيد مش هقول لهم شعر، بس انا عندي امل في بكره. اللي هو ازاي يعني يا فالح؟ انك تاخد جايزه نوبل في الشعر؟ لا نوبل في الزيت. انت غلط حطاميني. انت بتعمل ايه عندك؟ وايه كوم الزباله اللي حواليك دي؟ دي بتنجان يا باشي، اتفضل بسم الله. ارموه بره الجامعه وشوفوا لي مين اللي دخله هنا ولفوا لي الاكل ده. حرام الاكل ده يترمي. بالعكس، انا مستريح جدا. بس انا في حاجه واحده بس هي اللي تعباني. جمالك. نعم. بقول لك ايه، ما تيجي نحط فوطه على العداد ونطلع مع بعض سوا. عندي مطرح محندق هيعجبك قوي. يا سلام يا بيه، اما انت عليك فراسه. عرفت ازاي اني معجبه بيك؟ يعني حسيت. لعلمك انا التاكسي ده عامله مخصوص عشان المسخره والهلس، مش عشان الشقه يعني واكل العيش. انت تقعدي معززه مكرمه والهلس والمسخره يجوا لحد عندك. انت بقول لك ايه يا بيه، انا عندي مطرح قريب من هنا، ما اقولكش بقى الهوا فيه بيطز طراوه شويتين. يضايقك؟ لا ابدا، انا احب الطراوه، احنا محتاجين الطراوه عشان ال طيب على البركه بقى. اللي جت امال منا يبقى عاوز يلعبها في وش رجله زي الشيخ طه زمان. كان في عصب الدوري، فهذه الكوره اللي طلعت ضربه رصيه.
الله يسمع عليا غير تطفيل الشعر. ما فضلش غير حمي كمان اتعادل. اوعى يا شفاف. بالذمه دي كره تقلش. دي كره تقلش. الست تبعتها من الصبح عماله تقول لك في الاحمر مفيش فايده. سيبيني في حالي يا اما الله لا يسيب. نبدا الحكايه كده شكلها عاطفي يعني. انت بتحب يا واد من ورايا ولا ايه؟ اه بحب. بحب انك تسيبيني في حالي. ايه ده ايه ده؟ انت من دلوقتي هتخسرني عشانها؟ امال لما تتجوزها هتعمل ايه؟ هتحطني في الوفاء والامل؟ ياما كتير قوي اللي بتعمليه ده، كتير قوي. انا سايبك استنى ماشي. صاد ايه اللي يا سيبالي عن امك؟ يعني هتكتبها لي باسمي؟ ده بيقولوا في مسلسل على القناه الثانيه. يلا يا رخم. الله يا عيني. عيشنا وشفنا. جه الزمن اللي مصر تبقى فرحانه انها اتعدت مع توجو والجابون. انا بس اكون المنتخب ده نعمل فرقه صاعقه على حق ربنا. اجيب الواد طلحه راغب ومعاه عمرو عبده وعمرو الداني. واحط عليهم احمد عيد عبد الملك. ويا سلام بقى يا سلام بقى لو الواد محمود عبد الحكيم بتاع البتروجيت في الدرجه الثانيه بيلعب تحت الاثنين راس حربه تسرو منه للجون على طول. ويا عيني يا عيني على هاني الحسن الهفرايت بتاع الترسان. ساحر 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 ساحر. والعب براس حربه واحد حماده شنح والهجمه المرتده وجول وخلص الماتش 4-1. وعايزين سمير كمونه يا خالتي. اشمعنى؟ الاكل محتاجه. بتاكل زي اكل الحمار في النجيله، لا الحمار بيشبع ولا النجيله بتخلص. طب وحياه ابوكي شويه نجيله بالتوم. اوعى ايامك. ايدك انا عارفه انك ما بتحبش الجمله دي بس دي جميله قوي يا سيد. بجد عجبتك قوي يا مين؟ دي اللي جميله يا سيد. بس دي الحب جديده لسه كاتبها يا عم. جرايه يا ولد، اوعى تكون فاكر ان انا كيس جوافه. واقف احترمني امال. ما تقلقش يا عم، بس دي مش غزاله. غزاله دي زي اختي، دي البنت زميلتي في الجامعه اسمها جيهان. ومين جيهان دي يا لئيم؟ داليا تبقى تحكي لها. داليا ونما ما تنسيش في ايديها. ماشي يا سيدي حاضر. مش هتقعد تفطر معانا قبل ما تمشي؟ لا الف هنفطروا انتوا بقى، لازم امشي لحسن عمي حاططني في دماغه. سلام سلام. ما تجيب بوسه يا بوسه. يلا يلا بوسه واحده منهم. يلا يا سيد يا دت. بص يا جيهان، انا جايبه لك معايا جواب من السيد. انا ما فيش بيني وبين حد جوابات. وبعدين هو ازاي يبعت معاكي حاجه زي دي؟ ايه في ايه؟ بتكلميني كان انا غريبه ولا ايه؟ وانا ما اعرفش اللي بينك وبين سيد. ايه بقى اللي بيني وبينه؟ ان شاء الله سيد بحبك. وانا كمان بحبه بس زي اخويا يعني. اه بس هو ما يعرفش كده خالص. انت لازم تقولي له. اقول له ايه بس؟ واحد بيقول لي طول الوقت كلام حلو ويسمعني في اشعار وبيرن لي 55 رنه في اليوم، ما بيهونش عليا اكسفه. وبعدين هو لما يكون عايزني يقول لي الكلام ده بشكل رسمي. مش لازم تكوني بتحبيه الاول؟ حب ايه بس يا بنتي؟ ما تخليكي واقعيه. انت بكره تبقي مذيعه ولا صحفيه كبيره. الحب والكلام الحلو ده نحب نسمعه بس، لكن احنا عايزين اللي ينفذ، اللي يجيب شقه ويقدر يفتح بيت. وعايز اقول لك على حاجه، لما يكون عايز يقول لي حاجه يبقى يقولها لي هو. اوكي يلا باي. بعرف ازغرف كنت زغرات. طب ما تقولي ليه كنت زغرات مكانك؟ عشان في واحده حبيبتي اول مره اشوفها واقفه قدام المرايه تتزوق. انا؟ لا انت فهمتني غلط خالص. انا بس يعني كنت بجرب كده شكل في دماغي عشان قريب هتقدم لامتحان مذيعات في القناه الفضائيه الجديده اللي بيشتغل فيها الدكتور عندنا في الكليه. طيب يا بنتي ربنا ينولك منك. بابا 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 بابا، عايز اسالك سؤال. قول. هو ليه الرجاله يعني بس تهتم بالشكل اكتر من اي حاجه تانية؟ دول الرجاله التافهين بس يا بنتي. يا سلام، يعني انت لما حبيت ماما ما اهتمتش بشكلها خالص؟ لا اهتميت طبعا، ما انا كنت تافه زيهم. معقول الكلام ده؟ لغايه دلوقتي مش عارفين تخلصوا التعليق بتاعت العماره؟ ده تهريج.
اصل السطوح في شقه صغيره متاجره ايام مرحوم والدك وسكانها رافضين ياخدوا الشقه ابدا. ليه؟ معاهم ورقه تمليك مثلا؟ لا في عقد ايجار بس يعني ممكن يتصرف فيه وبيقبضوا دماغهم في المحاكم. اما ممكن تخلصوها؟ ما خلصوهاش ليه؟ مستنيين ايه؟ تايم از ماني. حاضر. ايوه تعالى سيد عايزك. استني انت سيد. بقول لك ايه، ممكن تكتب لي كلمتين حلوين اقولهم قدام وزير الصناعه في افتتاح المصنع الجديد؟ دي فيها كام بقى في الصناعه النبي؟ فيها كام بالصلاه على النبي؟ ايه عامل محاره؟ ايه الالفاظ؟ حسن الفاظك. ده انا هدي لك 150 جنيه. ايه؟ 150 جنيه؟ دول ما يجيبوش عيش كايزر يا باشا. لا ده مهزار. 150 جنيه استرليني ده، دي استرليني استرليني ده بليز بليز بليز. الله يخليك. انتوا فاهمين نفسكوا ايه؟ بس مالكش دعوه بالموضوع ده يا استاذ سيد، احنا محترمينك عشان خاطر عمك. عمي؟ ما هو اللي بعتكم وعايز بسلامته. الموضوع بسيط، هم واخدين السطح ده جدعانه من جدك الله يرحمه، يعني مش قانوني، والعماره هتطلع 5 ادوار، ولما تخلص نبقى نديهم شقه فوق السطوح. عايزين نبات انا وبنتي في الشارع يا ولاد الكلب. مش هتمشي يا عم يوسف، روح قول لعمي ولا اقول لك انا اللي هقول لك. احنا سلمناك الانذار يا عم يوسف، ويا ريت تدبر نفسك احسن. يلا بينا يا بيومي. يلا يا باشا. كمان اسمك بيومي؟ خلاص بقى يا عم يوسف فكها بقى يا عم، هتجيب بوسه كمان واحده بقى. ان فكركم الجديد، ان فكركم الجديد الذي تديرون به الصناعه المصريه لهو امر نفتخر به نحن العمال الذين لم ولن نتردد في ان نكون وقودا يدفع عجله الانتاج الى الامام. فين الزفت السيد راح فين؟ الكلمه بتاعتي معاه. ساعتك هو بيطبعها الكمبيوتر حالا هتكون موجوده. وتقبلوا سعادتكم خالص تحيات عمال شركتنا وخالص تحيات عمال مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي الوزير، لا أجد كلاماً أقوله لكم بعد كل ما قيل، ولذلك فقد أسالت زيارتكم الكريمة الشعر على لساني وفجرت الإبداع في صدري، فانطلقت أجدو بهذه القصيدة. مرحباً بكم ولعلها تنالوا إعجاب سيادتكم. البدر ساب السما ومن عندنا بيطلع، يا ضيف في وجود الوطن بيشعشع ويشعشع، اليأس من بسمتك بيجري ويفلسع، شمروخي بيحنلك شمروخي، قنديلك العاش مقطوم في حضني من سبب نكبتي وحزني. انت انسان سافل ومنحط وحقير وما تربتش، وانا العربي يا بيه. ده الواد بيحبك، ده انت مثله الاعلى. لا العفو، احنا اللي واطشين، احنا اللي واطشين يا بيه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هجيبه لغايه عندك من قفاه ونقعد مع الوزير كده قعده عرب ونهدي النفوس. الو الو، قفل السكه خش. طبعا. طيب يا سيد. طيب يا ابن بطن، انت فتحت بطنك ما بقاش انا. This is the last sons of Mankara. This كرع. Look at his face. Look at his profile. If you won't touch him, give me 15-18 pounds. مهرش. سيبني فين يا ابو رايح؟ موبايله مقفول وما تستهبلش، انت عارف مكانه. ام سيد، انت كده بتسيئ لسمعه مصر، ومصر مستهدفه اليومين دول. الوقت فين؟ انا عايز اشرب من دم. ما تدخلينيش في خناقاتك مع ابنك يا ام سيد. طيب انا هخليك تقطع ام سيد. اه بس يا مسيد، راح الجامعة يقابل جهان. هي فيها جهان كمان؟ Who is this, أبو راوية؟ This is the last daughter of Nefertiti. If you won't touch him, give me 15-18 pounds. ايه ده؟ اوعي، اللي هيتاتش مي هتجيله بالشوط. يلا يا حسالة الأجانب يا عرب، هتهمك؟ Thank you.
ايه اللي جابك؟ انت مش مبسوطه انك شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطه، بس ما كنتش متوقعه اني اشوفك. يعني اصل بصراحه وحشتيني، قلت اجي بنفسي بقى عشان اعرف رايك في القصيده اللي كتبتها لك. اصل بصراحه تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي. يعني ايه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزمالة، لكن كل حاجه وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام قبيح ولا حاجه؟ انت برضو مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه اجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصلي. لا يا سيدي متشكره. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها اركب لك تاكسي. لا هدفع انا. طب يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضاربين ورق عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ مقري فتحتك متكلم عليكي، غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. خس كده بقى، يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا يتهيألي شفت خلقه حضرتك دي قبل كده. لا ما ظنش. جايز الواحد ياما بيشوف اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. انما على فين العزمه في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عائشه. انت مش قلتيلي انك ساكنه في مدينه نصر؟ بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. وماله يا حبيبتي، ما هي السيدة عائشة تمشي برضو صلاح سالم ومدينة نصر والزمالك لو عايز. عليها قصاد. سحنة حضرتك مش غريبة علي، مش انت برضو تبقى ابن المسيد اللي هي بتبيع شبت وفضل وبقدونس على نص تحرق السمكة اللي في المدخل شيف الوش؟ ايه ده بقى؟ وانت عرفت منين ان اسمك سيد؟ كلك ذوق وكفاحه والله العظيم، وانا من نوعيه الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحه اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين اللي هيدفع بقى البنديره؟ سعادتك ولا السنيوره؟ ما قلنا كلك ذوق وكفاح. ماشي. بس والله يا بنتي انت نفسك حلوه قوي. صحيح كل فوله مسوسه ولها كيال معفن. ما بس بقى. بس بقى مش هتصنفي الاشكال اللي تمشي معاها، تمشي معاها من ورا اهلك. ايه يا ست انت لو سمعتي الكلام اللي بتقوليه ده، على فكره ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. انا مالي، انا بس هنصحك نصيحه عشان انت زي بنتي. اوعي تخليه يسقيكي حاجه من الازازه مش متبرشمه. الازازه لازم تبقى متبرشمه وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، والا تصحي تلاقي نفسك خائفه من شيء ما. بقول لك يا حاج ونبي، ما تشغلنا الكاسيت احسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكوا يعني. امنجهكوا ها؟ سي سيد جيت ابوسو، اير ولوالي بوسو، كل البنات بتبوسو، واشمعنى انا يا سيد؟ ردوا! واشمعنى انا يا سيد؟ سي سيد جيت ابوسو، اير ولوالي بوسو، كل البنات بتعيشوا. هو ده اللي حصل يا ماما، وانا راجل ضمير. انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاه ابني شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي، اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم معاه ابني شويه. هتقضيها سنكحه بقى على قفا امك؟ انت بتزل ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تزل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد، بس جه في وقت مش وقته يا ام سيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك، تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله عليا وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا ام، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله، ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه ده؟ ايه المؤسسه اللي جايه علينا دي؟ داليا دي؟
يخرب بيتك يا بيت يا دالي. ايه القمر ده؟ يا سيد انا واقف جنبيك كيس جوافة يا اخي. يا دالي انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ داليا طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكة البنات المايصة بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو في قناة فضائية عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجحي، هما يطولوا يبقى في مذيع زي القمر كده. هتصلب طولك يا ولد، هات له مية وسكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا ابو راوية. مذيعة معدة اشيل شرايط اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس ان اول مرة بشوفها. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البرار. تعا جنبي يا توت، تعا جنبي يا حبيبتي. تعالي يا قمر. اسمعي دي، ما قلتليش يا رامي ايه اخبار البت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه يا قمر؟ انت جاي تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ليه ان جيهان ما خدتش الجواز؟ ما رضيتش ازعلك. عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي ده. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها ده؟ هيسرح معاك بالعربيه؟ هيخرب بيتك. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتك. ما تديله فرصه يا ام سيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجي لك فشل في شنبك يا بعيد. يا ام ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه ثانيه خالص. اركن يلا. بس بقى يلا اركن يا ولا، اركن يا ولا بقى. مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا عندهم. طب وحياة امك ما انت راكبها. يا ماما تكلمنيش انا اصفر حتى سلم عليك. قلتم يا ماما قلتم على امك قلتم. اركن يا ولا ماشي. اركن يا ولا، هات امي اكون سريعه وبيعها لك عشان تتسرعي دي تبقى عامله زي. طب انا يخرب بيتك داخلين على لجنه، داخلين على لجنه يخرب بيتك. ابني يا باشا ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحلم ومحدش يعبرنا. وين اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب؟ لا الكلام ده كان زمان، الحب ملوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راوية. صحيح انا قبل ما سالتك ابو راوية، هي راوية دي بنتك؟ بنتي راوية دي قصة حبي الوحيدة، ماتت بعيد عنك في ازمة لوكيربي. عارفة المشكلة دي؟ الطيارة اللي وقعت في ليبيا حكاية كده يعني، ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها ابو راوية. امال انت اسمك ايه؟ ابو عزة.